أنا الأستاذ أحمد الكرز من أهالي مدينة الباب، أعمل مدرس لمادة الجغرافيا في ثانويات المدينة. مواليدي 1955. طبعا تم اعتقالي وأنا موجود في البيت، وعلى أساس أخذوني يعني تحقيق، وبعد التحقيق بطلقوا سراحي. قضيت في السجن 2 و8 شهور ونهارين كمان. اتنقلت فيها ما بين الباب ومنبج والرقة. طبعا كان المعاملة من أسوأ أنواع المعاملة. أنا بتذكر يعني بأحد المرات تم معاقبتي بعقوبة، هي واحدة من العقوبات، يعني كان عم بضربني على ظهري. طلبت منه شيخ انه ضربني على الكتف الثاني بلا الكتفان. سألني ليه؟ قلت له والله هو في خراج صغير يعني مش عم وجعني، فأصر بضربي مكان الخراج. الضرب هذا يعني انا ما عاد اشعر يعني بالضرب. بعد فترة يعني 20 يوم شهر صارت تطلع ريحة كريهة من كتفي هذا. الرائحة هاي جبرت السجناء ياخذوني يعني السجانين على سجن الجبل. طبعا وانا ما عم بحسن بمشي يجبروني على المشي، الاهانات، النحر في الاسلحه في الباروده، يهددوني انه بدنا نصفيك نحن بدنا نذبحك. وانا راي على المشفى وتم اقتطاع اللحم بطول أكثر من 10 سنتيمتر وعرض أكثر من 5-6 سنتيمتر، يعني أثارة واضحة على كتفي الأيمن. يعني من أثر التعليق على البلنجو والشبح عندي إيدي هي من الركبة حتى الكتف يعني متعطلة، يعني لا بحسن برفعها لمسافة عالية، وحتى الحمل يعني إذا بدي أحمل أشياء أكثر من كيلو كيلوين ما بحسن بشيل فيها، في صعوبة كتير. لحد الآن بتألم منها، يعني بتعاطى دائما حبوب مسكن للآلام من شان هالإيدادة، وإيش العطل فيها ما بعرفه. أنا لحد الآن بتذكر التاريخ يوم الجمعة 7 تشرين الأول 2016، بعد المغرب دخلوا السجانين ونادوا 10 أسماء، اسمي من بيناتهم. طبعا السجان كان يحمل أوراق عليها أسماء السجناء اللي بدهم يطلعوا على التبادل. جابوا لإما بنطرونات مدنية يعني جينز، لبسناها وشلحنا البدلات، كانت بدلات زهرية خاصة بالسجناء. البدلات هي الزهرية خاصة بالسجناء، يعني لما شلحناها عرفنا انه هي معناتها تبديل، وما نمنا الليل وطلعنا الصبح بسيارة الساعة 6. طبعا ايدينا مكبلات للخلف بالاضافة للطماشات على الاعين. طلعت الشمس، عجب الشمس من جهة الشرق الا من جهة الغرب. لما شفتها من جهة الشرق وأنا باتجاه الغرب يعني كتير كتير فرحت.